ما قصة الاعتداء على حقوق الإنسان في الأيام الأخيرة وتزامنا مع الحوار الوطني؟ هل تم إطلاق أيادي أجهزة الأمن بحجة محاربة الإرهاب؟ وما هي مسؤولية وزير حقوق الإنسان ووزير الداخلية فيما تم من اعتداءات صارخة خلال الأسبوع الماضي؟ وما هو موقف المجتمع المدني والأحزاب السياسية ورابطة حقوق الإنسان من كل ذلك؟ حقيقة الاقتحامات المتتالية للبيوت وتعنيف الموقوفين وغلق الشوارع عنوان حلقتنا القادمة من برنامج نبض الثورة، تشاهدونه في الأوقات التالية.